يعني المفروض احنا قلنا 26 خلاص ونبدأ 27. طيب نبدأ الحركات. سيستم من حركات سيستم من ايرشكن كوكلير كلمة أس أو أس أو أسيو أو أسي أو أست أو أستو أو أستا، كل دول معناهم كلمة كيميك، يعني أي حاجة في العظام هي كيميك. كيميك يعني عظام. يعني أوسيوس كيميكلي، كيميكلي يعني عظمي، شيء عظمي. أوسي فور جاي من يعني أوسي وفورم، يعني كيميك شكلين، ده زي شكل العظم. يعني أستالجيا إن في أري في العظم، يعني بين أري يعني بين. حس ديلان يعني في بين سنسيشن. دي شايف كلمة حرف الدي ايه ده، يعني دي في كيميكلاري يعني في العظم، في العظام يعني. يعني في بين سنسيشن ان ذا بونز كيميكلار ده حس ديلان اري. اوستيوسايد كيميك هوجرسي، خلية عظمية هوجرسي. اوستيت اوستيت يعني كيميك التهابي، التهاب يعني. أرثرو إكلام، إكلام يعني مفصل. أرثرالجيا يعني إكلام أرثي. أرثروسكوب يعني إكلام تشيني. إنجليميدي كولانيلون آلت يعني آلة تستعمل، كولانيلون يعني تستعمل. إنجليميدي يعني إن ذا إيفالويشن. انجلما يعني ايفالويت. دي في يعني في تقييم. اتشيني ما بداخل اكلام المفصل. كوندور كيكيرداك، كيكيرداك يعني غضروف. كوندور كوندري. كوندروجيك كوندروجيك او كوندريك. كيكيرداكسي او كيكيرداي عايد، عايد يعني قلنا ان هي عائد على الغضروف اسمها كيكارداي ايد او كيكارداكسي. كوندرو بلاست اونجو كيكارداك هوجرسي، يعني الخلية الغضروفية او اللي هي البريكورسورز بتاعت اللي هي الجوينتس، يعني اللي بسميها البري كوندرول او كوندرو بلاست. الكوندرو بلاستي يعني كيكارداك اوزرنده يابلان استياتيك عملياتي، يعني عملية هدف منها ان هو بتعمل تجميل في الغضروف. ماي بقى او مايو او الكلام ده كله معناها القص يعني عضلة. هي نفس الموضوع برضو. ايالجي مايالجي يبقى قص ارسي. مايوميتريوم دول يطانين قص طبقسي. مايوميتريوم يعني العضلة أو الطبقة، طبقة سي يعني طبقة layers يعني قص العضلية. ياتانين أو دول ياتانين اللي هي في اليوترس. دول ياتانين قلنا إن خدناها إيه، يوترس. حد فاكر إن قلنا دول ياتانين إيه المعنى اللغوي بتاعها؟ ويوترس يعني، بس إيه المعنى اللغوي بتاعها؟ حد يفتكر؟ دول يعني إيه وياتانين يعني إيه؟ أظن أنا شرحتها المرة اللي فاتت وترجمتها يعني حرفيا باللغة التركية العامية. حد يعرف؟ شرحناها ولا ما شرحناهاش يا جماعة؟ طب شرحناها ولا ما شرحناهاش؟ لما قلنا إن ديت المنامة بتاعة الإمبيريو، يعني الإمبيريو ياتا يعني جاي من ياتاق يعني النوم يعني، او الفرش او المخدة او السرير بتاعه. ياتانين يعني، يعني هو مكان نوم الامبيريو بيسموها دول ياتانين اللي هو مقصود باليوترس. لما قلنا اليوترس دول ياتانين الرحم، كل دي معناها بالتركي واحد، شرحناها. تمام. معلش في الاول هتنسوا يعني، تفتكروا ان شاء الله. صفحة 28 تخش بقى على الدولاشن سيستمينه ريشيكان كوكلير، يعني ال يعني الجذور
او الترمز يعني المتعلقه الاشكين بالسيركيولاتوري دولاشيم يعني سيركيولاتوري سيستم كارديا او كارديو يوريك او قلب. يبقى معنى الهارت في التركية اما يجي لك قيمه يوريك او قيمه قلب. كارديالجيا يبقى يوريك برج السنده هيسيدين اراضي او يوريك او يوريك ارسي، اما معنى يبقى يوريك ارسي او اري الم هيسيدين يعني سنسيتد دي ان برج السنه يعني منطقه اليوريك اللي هو القلب او الهارت. كارديو فاسكولاريز يوريك في دمارة ايت يعني عائد ايت عائد دمارة الفيزلز ويوريك الهارت يعني كارديو فاسكولار. طبعا شوفوا بتحسوا ان الكلام بيتكرر ازاي، هو ده كله حفظ ليكم يعني، عشان كده ما بحبش اطول كتير، بحاول اقرا بسرعه منها ان احنا بنعاود بنسمع تسمع الكلمه فيتعود على النطق صح، كتر السماع بيعودك على النطق صح، وتاني شيء بتحفظ في نفس الوقت وده المطلوب يعني. كارديولوجي يوريك هاستاليك لاري. هاستاليك لاري يعني ايه يا جماعه؟ مين فاكر هاستاليك لاري؟ تداوي سيلي الجلينين بليم ضالي. اللي يعرف كده من دول يكتبها على طول بالعربي. طبعا يوريك لسه قايلينها الهارت. هاستاليك لاري تداوي سيلي الجلينين بليم ضالي. اه مظبوط يا دكتور عمرو، هاستاليك لاري يعني مرضى القلب. تمام. تداوي سيلي تداوي معروف العلاج يعني. الجلينين المتعلق يعني متعلق بعلاج والمرضى المرضى القلب يعني. بليم يعني برانشز يعني ضالي، بليم يعني في علم، ضالي يعني برانشز كلمة يعني، ديت بيسموها كده برانشات أو الفروع العلمية أو الفرع العلمي المتخصص أو المتعلق بالعلاج وأمراض القلب. هاستاليك لاري أمراض القلب، يوريك هاستاليك لاري وتداوسيلي يعني العلاج وأمراض القلب. أنجي دمار أنجيوليبوم دمار ويا دوكولاري كارشيمندان أولوشان أور. طبعا الأور ده عبارة عن بلاين تيومر أولوشان يعني بيحدث كارشيمندان يعني بضد يعني أو أجينست الياو دوكولار يعني الفاتي تيشو والدمار اللي هو الفيزلز. ياو يعني فاتي، دوكولار يعني تيشوز، فاتي تيشوز. انجكتومي دمارين كسلب تشكر المصي، كلمة تشكر المصي أو كسلب تشكر المصي بتساوي اكتومي. كسلب جاي من كيس يعني قطع يعني شكر المصري يعني ريموفال يعني تقطع وترمي دمرين في الفيزلز. فكسلب شكر المصري معناها قطع، انجيكتومي اكتومي يعني قطع ورمي. كسلب شكر المصري، كسلب شكر المصري دمرين اللي هي الفيزلز. الفاز والفازي دمار والفاز دي فرانس اركاك او اركاكلر ده دول هجرة دارين في مني السيفيسيني إدرار يولنا تاشيان كانال من ورا كده لقدام. كانال يعني كنال، كنال يعني تاشيان تنقل، تاشيان يعني نقل يعني يولنا بمجرى إدرار البول بمرضى البول مني السيفيسيني اللي هو السائل المنوي مني السيفيسيني و دول هجرة لرداء اللي هي اللي هي اللي هي الامبريال سيلز يعني امبريونال سيلز.
الصوت بيقطع عندكم يا جماعة كلكم ولا عند دكتورة هند بس؟ الصوت واضح عندكم ولا بيقطع؟ اتنين دي يعني ايه دكتور؟ اتنين يعني ايه؟ كان بيقطع ودلوقتي دلوقتي كويس يعني واضح ولا ايه؟ طيب تمام. الفاز فورم بقى، يبقى الفاز او الفازو بيقول ان هو في الاكيكلار ده في دول هجرانين وميني سيفيسيني ادرار يورونا تاشيان كانال. يعني الفاز او الفاز عبارة عن قناة تاشيان بتنقل ادرار يورونا في المجرى البول الميني سيفيسيني اللي هو السيمينال فلويد، ودول هجراني اللي هي الماتيو اللي هي الاوفا او اقصد اللي هي السبيرم، يعني دول هجرانين مقصود بيها السبيرم. الفازي فورم ده مارش كلندا، فازي فورم يعني مقصود بيه ان هو فاز فورم يعني شكل الفاز او شكل الدمار. فازو دايليتاسيون كان دمار لارين جنش لمسيل، كلمة جنش لمسي يعني دايلاتيشن، دايلاتيشن دمار لارينز في الفيزلز كان الدموية يعني في الأوعية الدموية بلاد فيزلز دايلاتيشنز. فاز دي فرانس تشاكارما أمالياتي اللي هو قلنا تشاكارما يعني بترميها بتطلعها وتعمل لها ريموفال، يعني تشاكارما يعني ريموفال الفاز دي فرانس. بعد كده الأرتر والأرتري أرتر أو آثار دمار، أرتريت أو أرتريت آثار دمار التهابي، أرتريولا قلنا كنت تشوف آثار دمار، الفين فين وتبلار دمار والفين بليكس تبلار دمار آري. خد بالك من إن هنا تبلار دمار أما التانية الألم آري، يعني نحط آر بعد المشاق جي تبقى ألم، أما بس دي شبكة وجنبها برضه نفس الكلمة هي شبكة سي، شبكة سي يعني شبكة. طب لار دمار شبكة سي، طب لار دمار أي يعني شبكة وعية. الفينوس كودروزس هو بلار دمار دورانين سيرتلش مسي، كلمة دوار لارين قول يعني يا جماعة حد يعرف دوار دوارانين؟ طب لار دمار مفهوم أكيد الفينز يعني جدار، دوارنين جدار تمام. سيرت ليش ماسي يعني فيها تصلب، سكيلروزس يعني سيرت يعني صلب، يعني سيرت ليش ماسي تصلب. بعد كده ننزل على 5 لين دلق، لينيتس دلق التهابي، لينو ماليشيا او لينو ماليجيا او ماليسي دالين يوشو ماسي يومو شاماسي جاي من يومو شاك، يومو شاك يعني سوفت، يعني هنا يومو شاماسي يعني اني رخوية السبلين، السبلين رخو يعني. يبقى اصل كلمة يومو شاماسي جاي من زي كلمة اللي قلناها فوق جنش لمسي، هنا جنش يعني واسع، يومو شاك يعني سوفت، فيومو شاماسي اللي هو في السبلين يعني رخوية السبلين. اللينو رينال يعني دلق، وببركلي الجلي يعني متعلق بالببريك اللي هي الكدني والدلق اللي هو الاسبرين. 27 سبلين دلق، سبلين اتروفي دلاين كوتشول ماسي عكس بيوك ماسي، تحت كلمة بيو ماسي هي يعني كبير، فوق كوتش. حاضر نرجع الصفحة اللي دقيقتين دول. من أول 3 يعني
فصل من كام؟ 3 4 5 إلكترون، أي واحدة حط فيها معانا؟ كنا عند 3 وعند 4 وعند 5. طيب عند 4. طب فين فينو فين تبرال دمار فينو بليكس تبرال دمار اي، خد بالك يعني، خد بالك يا دكتور، اي يعني زي شبكة، خدنا كلمة قريبة منها اسمها اي يعني، او اري يعني ديت قلم، اما اي حالها شبكة. وكلمة تانية شبكة سي، وسكلروزيس تبلار دمار دورانين سيرت لوشمسي يعني الدورانين اللي هو الجدار، سيرت لوشمسي اللي هو التصلب الجداري في التبلار دمار اللي هو الفيزلز يعني او الفينز. اللين اللي هو الضلاق، واللينيتس ضلاق التهابي اللي هو السبلين يعني، ولينو ماليشيا اللي هي ضلالين يوموشا ماسي يعني يوموشا ماسي جاي من يوموشاك اللي هي السوفت يعني يومو شا ماسي. لينو رينال ضلاق وببريكلي ارجلي. صفحة 30. سبلين او سبلين على طول ضلاق، سبلين اتروفي ضلان كوتشو المصي جاي من كلمة كوتشوك يعني صغير، كوتشو المصي صغر السبلين. ضلاين جاي من كلمة ضلاق، ولكن عند الإضافة الـ EN تقلب الـ K تقلب إلى بتقلب إلى مشجي، فبدل ما تبقى شايفينها كده ضلاق اللي قدامكم دي، مع الإضافة بتحول إلى ضلاين كوتشو المصي. سبيلو ميجالي ضلاق بوي مصي جاي من بيوك، يبقى دي كوتشوك كوتشو المصي يعني صغر السبلين، هنا بوي مصي كبر السبلين اللي هو الضلاق. بس بنكتب إن ضلاق تشاكار ما عملياتي يعني عملية إزالة الضلاق اللي هو، يبقى دايما لاحظوا إن أي حاجة فيها إضافة بآخرها كي من حروف اللي هي بتقلب، حرف الكي من أحد الحروف اللي بتقلب لي مشاق جي. هيما أو هيم أو هيمات أو هيماتو هيما، كل ده معناها كلمة قمل، يبقى أي حاجة فيها دم أو لفظ الدم هو معناها قمل. هيمال قان وي قان دمار لاريني أيد يعني عائد على إلى مواد دموية والدم. هيمال هيماتيمسيز ميدا كان مصي سونوجو كان قسم يعني هيماتيمسيز معروف يعني الارتجاع الدموي، هنا قسم دي معناها فوميتنج، كلمة قسم دي كان معروف اللي هو البلاد، سونوجو قلنا نتيجة للميدا كان مصي اللي هي جسر بليدنج. أنا أظن إحنا أخدنا الكلام ده المرة اللي فاتت، مش أنا حاسس إن إحنا شرحناه ولا حاجة، لأن فاكر إحنا خدنا الميدا كان مصير سونوجو كان كوسما، وإن حتى القان يابا جي مادة خدناه، إحنا خدناه فعلا. الدكتورة نجلاء رجعتنا، وأنتوا سكتوا يا دكتورة هند، الدكتور عمرو محدش بيتكلم، فقلت يبقى أكيد أنتوا أصدق، بس بقيت تستفيدوا مش مشكلة يعني. ممكن تكون مكررة بس. خلاص يا دكتور، هو فعلا في تكرار بيحصل كتير يعني، هو الكلام بيتكرر عادي. تمام. هيماتيمسيس ميدا كان مصيص سونوجو كان كوسما، هيماتوجين كان يابا جي مادة، خدنا برضو قلنا هيماتوجين يعني مادة دلالية دموية. لوكا أو لوكو، لوكوسيد او اكوفار او براز اك كل معناه ابيض. ليكوسايتوزيس كاندا اكيوار لارين كارت مصي، لوكوبينيا كاندا اكيوار لارين ازر مصي، عارف كلمة ارت مصي يعني زيادة، ازر مصي يعني تقليل، قلنا كلمة اكوار يعني زي اللي فوق كده بالظبط، زي ليكوسايد هي معناها اكوار او بياز او اك، دي كلها معناها ابيض يعني. وليوكوسايتوزس قلنا الارت مصي للقندا اكيوار، ومعناها ليوكوبينيا اظل مصي قلة القندا اكيوار. اليوكو ميليت اومورليك بياض جابا رينين اك مادة سنين التهابي اللي هي اليوكو مايلايتس يعني. نخش على الريسبيراتو سيستم، سورونو سيستميني إلي شيكين كوكلير لارينجو 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 جيرتلاك، كلمة جيرتلاك
دايما نحطها تحتها نقط دي تحفظوها يعني. جيرتلاك، جيرتلاك يعني حنجرة، لارينجيال حنجري يعني جيرتلاك الجلي، لارينجوستينوزس معناها جيرتلاين دار دار، عارفين اللغة العربية معروف عندنا في مصر اسمها كلمة دار يعني دار، مش معناها هنا بقى اللي انت في دار، ولكن معناها ضيق، دار مصري يعني ضيق. لارينجوسكوب قلنا جيرتلين، لارينجوسكوب جهازي لي انجليمسي انجليمسي، جيرتلين لارينجوسكوب جهازي لي انجليمسي يعني تقييم، انجليمسي تقييم او ايفالويشن ليه على بعضها كده يعني، بجهاز اللارينجوسكوب الجرتراين الحنجري لارينجوسكوبي. تراكيو سلوك بروسو، يبقى المجرى الهوائي بيسموها سلوك بروسو يعني مجرى، سلوك يعني هوائي. تراكيو ارجيا يعني سلوك بروسوندا هسي ديلين اري يعني ألم، يعني بين سنسيشن هسي ديلين إحساس يعني أو سنسيشن، بورسوندا يعني في مجرى السلوك التنفس. تراكيتس سلوك بورسونون التهابي، تراكيوسكوبي سلوك بورسونون اتشيني معاينة ده كولونيلان آلت يعني آلة، آلت يعني آلة، كولونيلين يعني ايه كولونيلين؟ خدناها من شوية كولونيلان، كولونيلان استاذ طبعا دكتور عمرو يا جماعه، عشان انتوا عارفين واخد كورس لغه معانا قبل كده، فا اكيد مستواه راح يفرق عنكم، لان هو اصلا واخد كورس لغه مع دكتور مصطفى حسان، فعشان ما تحسوش ان هو يعني كده يعني، هو معاه كورس لغه، فاكيد طبعا هيكون في فرق شويه لحد ما بينكم وبينه، لكن ان شاء الله بالوقت تحاولوا تعوضوا انتوا الفرق ان شاء الله. كنا قالت يعني آلة، كولا نيران يعني تستعمل، معاينة ده يعني في معاينة اتشني داخل السلوك بروسونال. برونش برونك او برونك او برونكي، برونش برونش يعني البرونكس يعني او برونكا، برونشيوستينوزس برونش ليومن ليومن ليرينين يعني البرونكيا ليومن يعني اللي ري درجتي دار لب بوزوش مصير يعني بيحصل تضييق اختلالي، بوزوش مصير يعني اختلالي، دار لب يعني جاي من دار زي ما قلنا دلوقتي، دار لب يعني ضيق، إلري درجتي يعني advanced stage، إلري درجة يعني درجة stage أو مرحلة، إلري متقدمة في البرونش اليومن لرنين يعني المجرى أو البرونكيال تيوب. عكس بقى البرونكيوستينوزس تلاقي في برونكيو ديلاتاسيون أو دايلاتيشن ديلاتاسيون يعني برونش اليومن جنش لمسة يعني اتساع في البرونشيال او برونكيال ليومن. صفحة 30 ها ضيق يعني بيضيق، جاي من كلمة دار يعني دار يعني ضيق، جنش يعني واسع. صفحة اللي بعد كده رقم 4 بولمو أكجير، أكجير يعني رئة، لونج يعني بالمو أو لونج أكجير، بالمونيت بالمونيت أكجير التهابي، بالموليت أكجير ده أولوشام تاش يعني في ستون أولوشام تكونت في ضا أكجير اللي هي اللونج، أكجير ضا أولوشام تاش ستون حدثت في ايرلندا. سنديريم سنديريم سيستمين اليشيكين كوكلير،
سندريم سيستميني إليشيكان كوكلير فارنج. هو أربعة تاني. حاضر. بالمو أو يعني بالتركي بولمو أو بولمون أكجير. أكجير يعني لانج. بولمونيت. بولمونيت معناها أكجير التهابي. بولموليت في عندي بولمونيت وبولموليت. بولموليت أكجير ده في الرئة. أولوشان تكون طش حصوة. سنديريم سيستميني إليشيكين كوكلير فارينج بواز يوتاك فارنجكتومي يواطن عمليات لتشكر المصري فارنجو نيزل بواز. كلمة طبعا بواز ديت يعني مقصود بها الفارنكس يعني، واليوتاك نفس المعنى. لو هنشيل بقى فارنجكتومي بيبقى يواطن عمليات تشكر المصري. فارنجو نيزل بواز وبرون لي. برون لي الجلي. برون لي يعني أنفوي، يعني أنفي متعلق بالأنف بواز والحنجرة والبلعوم. الجلي يعني متعلق. related لي to nose and pharynx. فارنجو نيزل جاستر ميدا. معدة يعني. جاسترو ديودينال ميدا و اونيكي بارماك بارسايل الي الجلي. ميدا اللي هي الاستومك، وجاسترو ديودينال اللي هو اسمه الاثنى عشر. اثنى عشر بالتركي الامعاء الاثنى عشرية. بالتركي اسم اتناشر يعني اونيكي. اون يعني عشرة، اكي اتنين. اونيكي يعني اثنى عشر. بارساي يعني الامعاء. إلي الجلي يعني متعلق بالأمعاء الاثنى عشر والمعدة. طبعا هو الاثنى عشر على طول يعني الديودينو أو الاثنى عشر، واسمه كده اسمه أونيكي بارماك بارساي. جاستروسكوب مدى اتشيني جوروريك مواينندا كولانيلان آلت يعني آلة تستخدم في تقييم والمعاينة النظرية. جوروريك اتشيني ميدا. انتر بارساك. انتريت بارساك التهابي. انتيروستينوزس بارساك كانالının daralması او تıkanması. يونو بوش بارساك ikinci barsayın ikinci parçası. Yunustomi karın duvar eli boş bağırsak arasında ameliyat geçit oluşturması. طبعا قلنا ستينوزس خدناها من شوية ضرر مصري عشان كده مش عايز أقف كل شوية، بس كلمة تقان مصري زايدة شوية دي جديدة عليكم. تقان مصري. تقان مصري زي obstruction كده يعني، حصل فيها تسدد خالص يعني. تقان مصري اتحشرجت يعني. يينوم بوش بارساك انجي بارساين اكينجي بارتشاسي. يعني عندي اللي انجي بارساك ثلاثة بارتشاسي. البرنج اللي هو رقم واحد يعني برنج بارتشاسي مقصود بيه اللي هو الديودونوم، والاكينجي بارتشاسي اللي هو الاليوم او الجيجونوم. لا معذرة، الاليوم هو البرنج بارتشاسي، واليونوم او الجزم الكنجي بارشاسي يعني الجزء الثاني. بارشاسي يعني الوحدة الثانية من الانجي بارساي. ده اسمه اليونوم اللي هو بوش بارساي او يونوم يعني جيجونوم. جيجونوستومي بقى هي القرن دواري اللي بوش بارساك arasında ameliyat geçit oluşturma. الجيونوستومي قرن دواري يعني الابدومينال وول الي وي بوش بارسايك يعني اللي هو الجيجنوم اراسندا ما بينهم عمليات عملية جيتشيت اولوشتورما
بتكوين فتحة. يعني أوروستورما تكوين جيتشيت فتحة من خلال عملية بتكون أراسندا بين، أراسندا يعني بين، يعني أراسندا بين البوش برصاك اللي هو الجيجنوم والقارن دوار اللي هو الأبدون، فبنسموها جيجنوستومي. يبقى الجيجنوستومي من ورا كده الآخر، والأوستورما تكون جيتشيت فتحة أو طريق أو منفذ، يعني وصلة، جيتشيت فتحة أو وصلة عمليات له بالعملية أو بالجراحة. يعني أراسندا بين البوش بارساك اللي هو الجيجنوم والقرن دوارسي اللي هو قبل ما نقول جيجنو إليتس، جيجنو إليت بوش بارساك اللي كيفرن بارساين برليكت التهابي. يبقى الجيجنو ليت البوش بارساك اللي هو الجيجنوم إلي و كيفرن بارساين اللي هو الفولدس اللي هي بيسموها اللي هي الأمعاء اللي عاملة فولدس برليكت التهابية. طبعا هو ده مقصود بيه الإليوم، يعني أراسندا يعني المسافة ما بينهم، أراسندا مسافة، سيراسندا زي أراسندا بس السيراسندا أثناء، أراسندا ما بين، بين أراسندا. تمام، عندنا البوش بارساك اللي هو الجيجنوم والكوفرون بارساي اللي هو الإليوم. طبعا كلمة كوفرون يعني معناها لغوي يعني فولدد، يعني فهو الإليوم ده بيسموه الأمعاء الملفوفة حول بعضها يعني أو كده أو هي المثنية. بيرليكت معا يعني التهابي حصلوا من التهاب بنسميها، يعني الجيجنوم اللي هو البوش بارساي والكوفرون بارساي اللي هو الاليوم برليكتا معا التهابي عندهم التهاب بسموها جيجنوم اليوتس. الي اليوم او كوفرون بارساك، يبقى الاليوم اختصاره الي او اليو اللي هو اليوم او كوفرون بارساك انجي بارساين وتشونجو بارشاسين، وده الجزء الثالث من الانجي بارساين. يبقى يعني عندي هنا الجزء الثالث هو ال ان جي بارساين اوتشونجو بارشاسي اللي هو الاليوم، وكان عندي جيجنوم وعيا دودنوم. اليو الاليوكتومي كورون بارساين عمليات لتشكر المصي، حفظنا كلمة بقى كورون بارساين اللي هو الاليوم وعمليات اللي حفظناها وتشكر المصيح حفظناها خلاص. قورون بارساك ودوس بارساك لكلي بارساك لا الجلي، كلمة قورون بارساك عرفناها اللي هو الإليوم، وريكتر اسمها دوس بارساك لا يعني الأمعاء المستقيمة، دوس يعني مستقيم. يبقى دوس مستقيم بارساق اللي هو الأمعاء المستقيم الجلية متعلق به. ستة أبندك أبندكس فيرم فورم أو كور بارساين سولو جانسي أوزانتسي، سولو جانسي أوزانتسي يعني بيقول إن الأبندكس فيرم فورم أو فيرم فورمز أو كور بارساين سولوجان أوزونتوسي بتمتد لي الكور بارساين اللي هو مصر ده وثيقهم يعني مصر العام. الصفحة اللي بعد كده 31 أبندي سيت كور بارساين سولوجانسي أوزونتوماسين التهابي أبندكتومي أبندسي شكار ما أمارياتي أبندكو لتيزيس. أبندكو لتيزيس بيقول إن الأبندستا طش أوروش مصيري بيكون حصوة في الزيجة.
Kolun, karın, bağırsağın ikinci parçası. Kolonoskopi, kolun incelenmesi. Koloptozis. Femine ilişkin kökler. Os, oseo, osi, os, oste. Os, oseo, kemik. Oseus, kemikli. Oseiform, kemik şeklinde, kemiksi. Ostalji, kemiklerde hissedilen ağrı. Osteosit, kemik hücresi. Osteoid, kemik iltihabı. Artro, eklem. Artralji, eklem ağrısı. Artroskop, eklem içini incelemede kullanılan alet. Kondri, kıkırdak. Kondrik, kıkırdaksı, kıkırdağa ait. Kondroblast, öncü kıkırdak hücresi. Kondroplasti, kıkırdak üzerine yapılan estetik ameliyat. Mio, mi, kas. Miyalji, kas ağrısı. Miyometrium, döl yatağının kas tabakası. Dolaşım sistemine ilişkin kökler. Kardiyo, kardiyo. Yürek, kalp. Kardiyalji, yürek bölgesinde hissedilen ağrı, yürek ağrısı. Kardiyovasküler, yürek ve damara ait. Yürek hasta kardiyoloji, yürek hastalıkları ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalı. Anjiyo, damar. Anjiyolipom, damar ve yağ dokuları karışımından oluşan uğur. Anjiyoktemi, damarın kesilip çıkarılması. Vas, vazo, vazi, damar. Vas deferens, erkeklerde döl hücrelerini ve meni sıvısını idrar yoluna taşıyan kanal. Vaziform, damar şeklinde. Vazodilatasyon, kan damarlarının genişlemesi. Vas deferensi, çıkarma ameliyatı. Arter, arteri. Arter, atar damar. Arterit, atar damar iltihabı. Arteriyol, küçük damar. Küçük, atar damar. Veni, veno. Ven, toplar damar. Veniplex, toplar damar ağı. Toplar damar şebekesi. Venosiklerozis, toplar damar duvarının sertleşmesi. Lien, lieno, dalak. Lienit, dalak iltihabı. Lieno malazi, dalağın yumuşaması. Lion, lieno renal, dalak ve böbrekle ilgili. Siflen, dalak. Spleno atrofi, dalağın küçülmesi. Splenomegali, dalak büyümesi. Splenektomi, dalağı çıkarma ameliyatı. Hamia, haima, hema, hem, hema, kan. Hemal, kan veya kan damarlarına ait. Hematemez, mide kanaması sonucu kan kusma. Hematojen, kan yapıcı madde. Lök, löko, lökosit, ak yuvar, beyaz ak. Lökositoz, kanda ak yuvarların artması. Lökopeni, kanda ak yuvarların azalması. Lökomiyelit, omurilik beyaz cevherinin ak maddesinin iltihabı. Solunum sistemine ilişkin kökler. Laring, laringo, gırtlak. Laringeal, gırtlakla ilgili. Laringostenosis, gırtlağın daralması. Laringoskopi, gırtlağın ilişkin kökler. Laring, laringo, gırtlak. Laringeal, gırtlakla ilgili. Laringostenosis, gırtlağın daralması. Laringoskopi, gırtlağın laringoskop cihazıyla incelenmesi. Trakeo, soluk borusu. Soluk borusunun içini muayenede kullanılan alet. Bronk, bronko, bronki. Bronş. Bronko stenozis, bronş lümeninin boru biçimindeki organların içindeki boşluk. İleri derecede daralıp büzüşmesi. Bronkodilatasyon, bronş lümeninin genişlemesi. Pulmo, akciğer. Pulmonit, akciğer iltihabı. Pulmolit, akciğerde oluşan taş. Sindirim sistemine ilişkin kökler. Faring, faringo, boğaz, yutak. Faringektomi, yutağın ameliyatla çıkartılması. Faringonazal, boğaz ve burunla ilgili. Gastro, mide.
Gastroduodenal, mide ve 12 parmak bağırsağı ile ilgili. Gastroskop, mide içini görerek muayenede kullanılan alet. Enter, entero, bağırsak. Enterit, bağırsak iltihabı. Özellikle ince bağırsağın iltihabı. Enterostenosis, bağırsak kanalının daralması, tıkanması. Yeyum, yeyuno. Yeyunum, boş bağırsak, ince bağırsağın ikinci parçası. Yeyunostomi, karın duvarı ile boş bağırsak arasında ameliyatla geçit oluşturma. Yeyuno ileit, boş bağırsak ile kıvrım bağırsağının birlikte iltihabı. İle, ileo, ileum kıvrım bağırsak, ince bağırsağın üçüncü parçası. İleoktomi, kıvrım bağırsağının ameliyatla çıkarılması. İleorektal, kıvrım bağırsak ve düz bağırsakla rektum ilgili. Appendik, appendiko, appendix vermiformis, kör bağırsağın sol. Yeino ileit, boş bağırsak ile kıvrım bağırsağının birlikte iltihabı. İleo, ileum, kıvrım bağırsak, ince bağırsağın üçüncü parçası. İleoktomi, kıvrım bağırsağın ameliyatla çıkartılması. İliorektal, kıvrım bağırsak ve düz bağırsakla rektumla ilgili. Appendik, appendik, appendiko, appendix vermiformis'in kör bağırsak solucansı uzantısı. Appendisit, kör bağırsağın solucansı uzantısının. Appendisit, appendisitektomi, appendisiti çıkartma ameliyatı. Appendikolitiasis, appendikste taş oluşması. Kolo, kolon. Kolon, kalın bağırsağın ikinci parçası. Kolonik, kolonla ilgili. Koloptosis, kolon sarkması. Rekt, rektum, rektum, düz bağırsak, kalın bağırsağın üçüncü parçası. Rektit, rektit, düz bağırsağın iltihabı. Rektoskopi, düz bağırsağın rektoskop cihazı aracılığıyla muayenesi. Pankreasio, pankreato, pankreas. Pankreos, pankreosio splenik, pankreas ve dalakla ilgili. Pankreotojenik, pankreastan gelişen. Hepat, hepato, karaciğer. Hepatarji, karaciğer yetersizliği. Hepatotrofi, karaciğerin küçülmesi. Hepatolit, karaciğerde oluşan öd, safra taşı. Hepatomegali, karaciğerin büyümesi. Sist, sisto, sisti, sistido, öt kesesi, idrar kesesi, kist. Sistostomi, karın duvarından idrar kesesi veya öt kesesine açılan geçit oluşturma. Sistit, idrar kesesinin iltihabı. Kistoma, kistlerden oluşmuş tümör. Sistido, selyotomi, karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla idrar kesesini açma. Kol, kole, öt, safra. Kolesistit, öt kesesi. Kolepoyezis, karaciğerde öt oluşması. Üriner sistemle ilişkinin kökler. Nefir, nefro, böbrek. Nefrektomi, böbreğin ameliyatla çıkartılması. Nefrolit, böbrek taşı. Ren, reno, böbrek. Reni kapsül, böbrek kapsülü. Reniform, böbrek şeklinde. Renovasküler, böbreğin damarlarıyla ilgili. Üreter, üretero, üreter idrar torbası. Üreterit, üreter iltihabı. Üretolit, üreterde oluşan taş, üreter taşı. Sist, sidik kesesi, öt kesesi, kist. Sistostomi, karın duvarından sidik kesesi veya öt kesesine açılan geçit oluşturma. Sistit, sidik kesesinin yangısı. Kistoma, kistlerden oluşmuş tümör. Üreter, üretro, üretra idrar yolu. Üretratresi, idrar yolunun kapalı olması. Üretatrezi. Üretrofraksi, idrar yolunun tıkanıklığı. Sinir sistemiyle ilişkin terimler. Cerebr, cerebro, beyin. Cerebriform, beyin şeklinde. Cerebrospinal, beyin ve omurilikle ilgili. Ensefal, beyin, tüm beyin. Ensefalit, beyin yangısı. Ensefaloma, beyin uru. Mieloma, ensefaloma, beyin uru.
Miyel, miyelo, omirlik, kemik iliği, miyelin tabakası. Miyelit, omirlik yangısı, kemik iliği yangısı. Miyelopoiesis, kemiklerden, kemik iliğinden kan hücrelerinin oluşması. Miyelosit, ilik hücresi, miyelin, sinir lifleri çevresinde kılıf halinde oluşan yağa benzer yumuşak madde. Meningo, beyin omurilik zarları. Menenjit, beyin ve omuriliği saran zarların yangısı. Meningo, raji, beyin ve omurilik zarlarının içine kanama olması. Nöro, nöroneuri, sinir. Nöroktomi, bir sinirin ameliyatla kesilip çıkarılması. Nöroanatomi, sinir anatomisi. Nörit, sinir iltihabı. Duyu organlarına ilişkin kökler. Okul, okulo, göz. Okulofasyal, gözler ve yüzle ilgili. Okulomotor, göz küresinin hareket ettiren. Oftalm, oftalm, göz. Oftalmik, gözle ilgili. Oftaloparalizi, göz kaslarındaki felç. Derm, derma, dermat, dermato, deri. Dermal, deri ile ilgili. Dermatoplasti, deriye yapılan onarma ameliyatı. Audo, audio, işitme ses. Odiometre, işitme yeteneğinin derecesini ölçen alet. Odiogram, kulağın işitilebildiği ses dalgalarının çizelgesi. Oto, kulak. Otikus, kulağa ait. Otore, kulak akıntısı. Nas, nazo, burun. Naziform, burun şeklinde. Nazo oral, burun ve ağızla ilgili. Rin, rino, burun. Rinit, burun mukozasının bazı organların iç tarafını kaplayan ve salgısı bulunan zar, iltihabi, nezle. Rinoraji, burun kanaması. Lingo, lingulo, dil. Lingio facialis, dil ve yüzle ilgili. Diğer kökler. Glu, glukoz, gli, gliko, glukoz, şeker. Glukagon, pankreastan salgılanan glikojeni glukoza dönüştüren hormon. Glukoz üri, idrarda fazla şeker bulunuşu. Glisemi, kan şeker oranının fazla olması. Glikopeni, kanda şeker oranının azalması. Lit, lito, taş. Litonefri, böbrekle taş bulunuşu. Sistolitiasis, idrar kesesinde kan taş oluşması. Akü, iğne. Akupunktür, ağrıyı gidirmek için belli noktalara altın veya gümüş iğneler batırılması esasına dayanan tedavi. Akutenakulum, cerrahide iğneyi tutmaya yarayan araç. Tenakulum, olumsuzluk, yokluk, eksiklik anlamı veren örnekler. A, sız, siz, yokluk. Abrakya, doğumsal kolsuzluk. Anspermi, sperm yokluğu. An, olumsuzluk. Anüri, idrar kesilmesi. Anemi, kanda al yuvarların azlığı. Analjezi, ağrı duyusunun algılanmaması. Dis, engel, olumsuzluk. Disfaji, yutma güçsüzlüğü, yutamamazlık. Disüri, ağrılı işeme. İmin, olumsuzluk ve ölçüsüzlük. İmmatür, tam gelişmemiş. İmplazental, plazentasız, embriyonal yaşamda bebeğin beslenmesini sağlayan yapı. İnfertil, verimsizlik, kısırlık. İnaktif, işlevsiz, çalışmayan. Non, hayır, olumsuz, red. Non cellularis, hücresiz, hücre içermeyen. Non striatus, çizgisiz. De, yok etme, aşağı, aşağıda. Decalvant, saçı yok eden. Dejenerasyon, dokuların bozulması. Dekollement, dekolman, bir organ normal olarak üzerine tutulmuş olduğu dokudan ayrılması. Çevresinde, yakınında, her iki yanda anlamı veren örnekler. Par, para, yan, yanında. Par oral, ağıza komşu. Parotip, kulağa yakın. Paranazal, burun boşluğuna komşu. Paratiroid, tiroid bezine yakın olan. Paraplazi, normal yere yakın gelişme. Ambi, çevresinde, yakınında, her iki yanda. Gyrus ambiens, bir kıvrım çevresinde.
Ambilateral her iki tarafı da ilgilendiren, ambiyent çevreleyen, kuşatan, saran, amfi çevresinde çift olarak her ikisi de. Amfibius hem karada hem suda yaşayabilen. Amfiselus her iki tarafı da içbüke. Sirkum çevresinde. Sirkumrenal böbrek çevresinde böbreği saran. Sirkumvasküler damar çevresinde damarı çevreleyen. Sirkum intestinal bağırsağı çevreleyen. Peri çevresinde. Periatalis periyarteryalis akar damar çevresinde. Perikardiyum yüreği saran zar. Perikranyum kafatası kemiklerinde bulunan kemik zarı. Önce, önünde ve sonra, arka arkasında, geriden sonra anlam veren örnek örnekler. Ante.